مباشرة إلى مدير عام عاصمة جزيرة سقطرى الأستاذ سالم داهق من هناك من الجزيرة مباشرة. مساكم الله بالخير أستاذ سالم، ونتمنى لكم السلامة. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بك. إذن نضع المواطنين الأخوة أخوانكم العمانيين في الصورة، كيف هي الأوضاع هناك في جزيرة سقطرى؟ نحن نشكركم أهل عمان قيادة وشعبا، وحقيقة أنتم متواصلون معنا بشكل دائم و دائما يعني متواصلين سواء كان بالاتصالات او بكل وسائل الاتصال، فنحن نشكركم من كل قلوبنا اولا. ثانيا فيما يتعلق بالاجواء، معنا هذه الايام معنا رياح، وايضا هناك سحب رخاميه وامطار غزيره، وايضا امواج عاتيه ادت الى بعض البيوت معنا، يعني حصل لها دمار. اربع بيوت معنا حصل لها دمار. اي نعم نعم. استطعتم حصر الناس وإبعادهم عن مكان الخطر أستاذ سالم؟ نعم، الإجلاء تم، وكنا بمعية وفرقة تلاحق المحافظ منذ الصباح، وعملنا على إجلاء المواطنين من على الساحل الشمالي وبالذات في منطقة حديبو. نعم. وهناك يعني العاصمة، وهناك بعض المناطق والقرى أيضا سنعمل على إجلاء بعض المواطنين منها إلى هذه الأية خطر إن شاء الله. نعم، الآن قراءة الأرصاد هناك إن كانت اليمنية أو متابعتكم لها، أين مسار الإعصار تحديدا؟ نحن دخلنا الآن في عملية الخطر تماما، يعني بدءا من الساعة الواحدة والإعصار بدأ معنا من الساعة العاشرة. نعم. يعني بوادره أو الأطراف، يعني كما تشير أو يشير المختصين في هذا المجال. نعم. الآن الساعة الواحدة، يعني الآن يعني غائم كل الجزيرة، يعني فيها سحب كثيفة جدا. نعم. والأمطار غزيرة كما قلنا، ورياح. نعم. يعني رياح هي الشديدة هذه اللي أدت إلى بعض المشاكل معنا وأدت إلى بعض الأضرار حقيقة. نعم. لديكم تواصل مع الطرف الشمالي من الجزيرة، أن هل أجليت تماما من المواطنين هناك أو ثمة مواطنين ما زالوا يعانون في هذه الظروف؟ نعم، هناك بعض المعاناة فيما يتعلق بوسائل النقل يعني البري. حقيقة نحن نعيش الآن أزمة في البترول، ولكن لدينا الديزل، هناك السيارات العاملة بالديزل. نعم. نعمل على إجلاء المواطنين بواسطة هذه السيارات النقل، وهناك تواصل بيننا وبينهم في المناطق سواء كانت الشرقية أو الغربية من الجزيرة. نعم. وأيضا هناك تعاون من الأخوة المواطنين وقطاع الخاص والتجار وكل الشباب الموجودين معنا في الأرخبيل سقطرى حقيقة. نعم. والقوات المسلحة أيضا تسهم إلى جانبنا، والأمن، كلنا مستنفرين، كل الوسائل المتاحة الموجودة معنا استنفرناها لمواجهة هذا الإعصار. نعم. الذي نتمنى من الله أن يزيل عنا بإذن الله.